فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله فر من المجنون فرارك من الأسد؟ نعم، أولا يجب بارك الله فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك، فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب، كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك وقصور علمك، وعليك أن تتريث حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن كل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الحسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي، وهو كذلك الجدام مرض معدي، وهناك أمراض كثيرة معروفة لأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس، اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام أن يحصرهم في مكان خاص.